جهاد، جهاد، يلا فيق. جهاد هذا الطوق لازم يرجعه بسرعة. حاولت رجعه بس ما قدرت وما فيني ارجع خاطر. جهاد انت عم تسمعني؟ جهاد؟ ايه اسمع، انا هلا رح اتركه هون بس تفيق رجعه لمحله، اتفقنا؟ تمام. بجوز يفوت حدا وانت نايم يشوف الطوق ويتهموك لإلك. بكرة الصبح رح جهز الأوراق للتوقيع، عالساعة 10 بكون هون. شكرا لك. تسلم دكتور. أنا بتمنى هالشراكة تضل طول العمر. وأنا توليب، إذا بدك الحقيقة أنا حركي وليه؟ يا حرامية، ما كان ناقص غير تسرقينا، ما بتستحي على حالك. يك لك هي شو عم تعمل؟ خالدة ورجية ورجية، عم قلك ورجية، افتحي ايدك، يلا خلصيني ورجيهم، يلا يلا. الطوق اللي اشتريتيه حضرتك شفته بغرفتك وعم تسرقه. ما سرقته جوري. مظبوط اللي قالته؟ لما كنتي عم تقيسي كانت عم تراقبك من الباب، ومن وقتها شكيت فيها، كان مبين انها عم تخطط لشي. انا ما خططت لشي ابدا. انا دايما بشوفها حايمه حوالين غرفتك يا خانم، الله اعلم شو بتكون سارقه وما حدا حاسس. انتبهي وانت عم تحكي عن اختي. ارمي حالك خالده خانم، بنتي جوري. يلا احكي شو صار معك وليش اخذتيه، الا ما يكون في سبب لعملتك. يلا احكي فهميهم. يلا شبك، اعترفي بعمايلك، قولي شو صار لك. ما عم تقدر تنكر لانه سرقته، شوفوها كيف واقفة وساكتة. هذا مو دليل انه هي حرامية. يلا بنتي جوري احكي، فهمينا كل اللي صار. صالح افندي لا تتعب حالك على الفاضي، شو بدها تحكي؟ اه لك بشو بدها تتحجج؟ بنتك وحدة حرامية. خالدة خانم بكفي، سبقيني على المكتب واستنيني. خالدة بابا. عمر أنا بعتذر منك على اللي صار. بابا لا تخافوا لا تخافوا، ما في شي، عود هون لشوف. رجع لي ظهرك، بجوز نزل ضغطك. أنا رايح أجيب جهاد. ايه بسرعة شوي، لا تتشنج، روق روق شوي، ما في شي بخوف، اهدى. توليب خانم، من زمان ابوكي عطاهم وش لهالجماعة، وهلأ كل مالهم عم يتمادوا كأنه القصر إلهم، بفوتوا على الغرف ومسائلين عن حدا. من كم يوم قلعناهم ولساتهم هون لهلأ. يبدو صار لازم خبر الشرطة. خالدة استني. لشو الشرطة؟ اوعك تتزاكي معي، البنت بتسرق لي الطوق من غرفتي،
والاب يا حرام بيمثل وبيغب على قلبه، واختها بتصرخ وبتعيط وانت بتعملي حالك البطله. وهي الحركات اللي بلا طعم اللي عملتي لي اياهم، شو هاد؟ نسيتي انه في ضيف عندي؟ توليب خانم، انا لما شفت جوري عم تحاول. خلصنا. كم سنة صار لك هون خالدة؟ من لما خلقت أنا، ما هيك؟ لهلأ ما عم تستوعبي وين حدودك وشو قيمتك ومستواكي، لهيك أنا مجبورة أفكر بوضعك بالشغل. أنت شو قصدك توليب خانم؟ إذا بدك تضلي بهالبيت بدك تحلي كل شي عالسكت، فهمتي؟ واعتبارا من بكرة الصبح ما بقى بدي شوف هالعيلة تافهة ببيتي منوب، وتعويضات ما في. انت حلي هالقصة وبدون مشاكل. لهلأ ساكتة وما عم تحكي؟ لك احكي بقى خلصيني. اللعونة، بس قلنا مندبر حالنا بالتعويض، وهلأ فاتت خالدة لعنا وهي عم تضحك لتبشرنا انه مالنا مصاري. بسبب غبائك نحن رح نبقى بالشوارع، شو رح يصير فينا هلا؟ شو عملت فينا؟ خلص اهدي بقى. بعدي عني. عمر بيك ما عاد يثق فيني، الي سنين وانا ناطره ليكون الي منصب محترم عنده بالمستشفى. وقت زبطت القصه اكيد رح يقول لي اختك حراميه، رح يقبل انه يشغلني بعد هلا. احكي لا تجننيني. والله انا ما بيهمني ابدا شو بده يقول عني هداك الدكتور السخيف. انتي ما بتهميني، انا يلي بيهمني شو بده يحكي عني. غبيه، انتي بتعرفي مين بيكون هذا الدكتور السخيف؟ ها والله انتي ما بتعرفي هذا الزلمه قديش بيكون مهم. لك قلت لك انه ما بيهمني ابدا. انا بدي ارجع ربيكي. ارجعي عليها يا غبيه. ارجعي عنا. خلصنا. بابا شوف بنتك شو عملت فينا. ما عندي، ما بدها تحكي. نحن حرامية، نعرف منيح انه هي ما سرقت. ليش ما حكيت؟ ليش ما قالت لهم؟ انا يمكن اخسر شغلي بسببها، فهيك هلا رح نضطر نقعد ببيت اختي ونتبهدل. طلعي لبرا، ضبي الاغراض بسرعة انتي واخواتك. يلا. بابا خلاص يلا طبي اغراضك.